الحالة عندك يا محمد؟ بتتواصل و يعني محمد هو لسه إلى الآن في مشكلة في التليفون يا محمد. محمد سامعني؟ أنا معاك يا محمد. أيوة اتفضل. يعني هو خليني أقول لك أوصف لك الوضع حاليا. في دي تاني سيارة إسعاف بتحمل الشهداء. كل سيارات الإسعاف لا تدخل غير الأمن المقسم إلا في وجود أو ذوي الشهيد، فبالتالي الإسعاف منتظرة بالخارج وتنتظر اهالي الشهداء. خليني اقول لك اوصف لك حاله اهالي الشهداء. بيودعوا ابنائهم وذويهم بالزغاريد المختلطه بالطبع بالدموع، لكن هناك جرحى حيث انهم يعني هم شهداء في حاله. انا معاك يا محمد اتفضل. الحسره ده هو الشهداء. ما زالت سيارات الإسعاف الحاملة لجثامين الشهداء منتظرة بالخارج في انتظار أهالي وذويهم اللي لسه ما وصلوش من مكان الجنازة الرسمية، لكن يعني حاليا يتم الهيئة الحاملة لإحدى الجثمان الشهداء وداخلة في المقر أو المثوى الأخير. محمد سامعني؟ زي ما احنا شايفين دموع اهالي الشهداء وهم يعني بيروا جثامين اولادهم الابرياء امامهم، وكل اسره منتظره نزول الجثمان الذي يخصهم او من اسرتهم. موقف صعب جدا، يعني ربنا يصبرهم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي عمل كده. وزي ما انتم شايفين ادي سيارات الاسعاف بتدخل واحده واحده لنزول الجثامين.